السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من قناة مصر التعليم الفني. هنتكلم النهاردة عن مادة التأمينات الهندسية. لو احنا فاكرين الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التأمينات الهندسية وخدنا أول وحدة اللي هي مقدمة عن التأمينات الهندسية، وقلنا ان التأمينات الهندسية دي هي تعريف التأمينات الهندسية ان هي مجموعة من الايه؟ من المسؤولية المدنية اللي هي بتعمل ايه؟ اللي بيتعرض ليها المنشآت او المصانع. هنتكلم وخدنا تاني عن انواع التأمينات الهندسية، واتكلمنا عن انواع التأمينات الهندسية وقلنا ان هم 6 انواع اللي هي ايه؟ اول حاجة اللي هي تأمين جميع اخطار المقاولين، تأمين جميع 2 تأمين جميع اخطار التركيب، وتالت نوع اللي هو تأمين معدات المقاولين البرية، رابع نوع اللي هو تأمين عطل الآلات، خامس نوع اللي هو تأمين المعدات والأجهزة الإلكترونية، وآخر نوع من أنواع التأمينات الهندسية اللي هو إيه؟ اللي هو فساد البضائع في الثلاجات المبردة أو في الثلاجات، يبقى فساد الإيه؟ البضائع. وأخدنا إيه تاني لو إحنا فاكرين مع بعض؟ أخدنا التأمينات الهندسية وقلنا إن الخسائر دي في 3 أنواع، اللي هو خسائر في الخسائر المادية والخسائر في الأرباح والخسائر اللي بتصيب الغير. واتكلمنا عن اسباب الخسائر. ايه هي اسباب الخسائر؟ هما سببين، اللي هو الخسائر الناتجة عن عوامل فنية والخسائر الناتجة عن عوامل فنية وموضوعية. وقلنا ان الفنية دي اللي هي بتكون نقص خبرة المقاولين او المهندسين، واتكلمنا عن التانية اللي هي الخسائر او الخسائر الناتجة عن عوامل موضوعية. العوامل الموضوعية اللي هو التدخل البشري او عن الطبيعة. وبعد كده اتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا عن اللي هي الوسائل اللي بتتخذها الشركات ليه؟ علشان الحد من الخسارة. النهاردة بقى هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الوحدة التانية اللي هي ايه بقى؟ اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين. مش احنا قلنا ان انواع التأمينات الهندسية هم 6 انواع؟ ال6 انواع دول هنبدأ نتكلم فيهم بالتفصيل. فاول نوع من انواع التأمينات الهندسية اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين. تأمين جميع اخطار الايه؟ المقاولين. طب انا عندي اول حاجة في تأمين جميع اخطار المقاولين او تأمين جميع اخطار المقاولين خاصة بمين؟ خاصة بالمقاول. طيب المقاول ده يبقى هنا انا بعمل التأمين الخاص بالمقاول. طيب لو احنا اتكلمنا على اول حاجة اللي هو تعريف التأمينات، تعريف التأمين او وثيقة التأمين جميع اخطار المقاولين. التعريف بتاع الوثيقة دي ايه هو؟ اول حاجة ان هي بتتعهد. مين اللي بتتعهد؟ اللي هي شركة التأمين. طب بتتعهد بايه؟ ان هي بتتعهد ان هي تعوض اللي هو المؤمن له عن ايه؟ عن الخسارة اللي مين اللي بيعملها او الاخطار اللي بتسببها الخطر ده. طب بتعوضه مقابل ايه؟ مقابل ان المؤمن له ده هيدفع مبلغ التأمين. هيدفع مبلغ الايه؟ التأمين. فاحنا اول حاجة زي ما احنا اتفقنا اللي هي الوحدة التانية اللي احنا هناخدها النهاردة اللي هو تأمين جميع اخطار المقاولين. واول حاجة هنتكلم فيها اللي هو تعريف الوثيق. لو احنا شفنا مع بعض تعريف وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين، ان هنا بتتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن كافة الخسارة التي تحدث للمشروعات الهندسية اللي هي المدنية أو المعمارية، وذلك خلال فترة الإنشاء والتشييد التي يلتزم بها المقاول في عقد المقاولة. يبقى هنا إن شركة التأمين بتعوض المؤمن له، المؤمن له اللي هو اللي بيروح يعمل وثيقة التأمين، فهنا ده المؤمن له. شركة التأمين بتتعهد. طب هتتعهد بإيه؟ بتعويض. هتعوض. طب هتعوض مين؟ المؤمن له. طب هتعوضه على إيه؟ عن الخسائر اللي بتحصل. وإحنا قلنا إن الوثيقة دي خاصة بإيه؟ بالمقاول، لأن هي اسمها إيه؟ تأمين جميع أخطار المقاولين. يبقى هنا المقاولة المقاولين.
طب يبقى كده هي المؤمن له اللي هو المقاول هيروح لشركة التأمين عشان يعمل وثيقة اللي هي اسمها وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. لو حصل أي خسارة أثناء الإنشاء أو ساعة ما هو بيبدأ يعمل الإنشاء بتاعه، فهنا يبدأ لو حصل أي خسارة أو خطر فيها، هنا لو بيدفع مبلغ التأمين هنا شركة التأمين هتدفع إيه؟ هتدفع التعويض. طيب لو بعد كده بيقول ايه، ان التأمين على كافة اخطار المقاولين لا يحتاج الى تجديد سنوي ويغطي طول فترة تنفيذ المقاولة. انا الوثيقة دي هي بتعمل كافة اخطار المقاولين، هو ما بيحتاجش الى تجديد سنوي، ما بيحتاجش تجديد سنوي. انا هنا الوثيقة دي بيبدأ بيقول ايه، انا هبدأها لحد منهي او تنفيذ المشروع. مثلا المقاول ده بيعمل برج او بيعمل مثلا بيعمل مصنع او شركة، فهو بيبنيها من البداية، فهنا بيقول ان الوثيقة دي هي مش هتتجدد كل سنة. امال هي هتعمل ايه؟ هي لحد ما المقاول ده يخلص تنفيذ المشروع بتاعه. انا المشروع بتاعي انا رايح ان انا في شركة التأمين بأمن مثلا ان انا بعمل او هبني مصنع او هبني برج، فهنا شركة التأمين بتأمن لحد ما هو ايه يخلص تنفيذ المشروع بتاعه او الشغل بتاعه. يبقى هنا الوثيقة دي انا مش بجدد، الوثيقة متخصصة ان المشروع ايه، إن تنفيذ المشروع ينتهي في نهاية المشروع او في نهاية تنفيذ الايه المشروع بتاع المقاول. طب بعد كده لو احنا شفنا ان هنا بتقدم وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين الحماية التأمينية، طب انا بعمل حماية تأمينية، حماية تأمينية لمين؟ حماية تأمينية لصاحب المشروع. يبقى هنا بتقدم وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين الحماية التأمينية لكل الأصلي. طيب تاني حاجة المقاولون، تالت حاجة اللي هم المهندسون التنفيذيون، ورابع حاجة اللي هو المقاولون من الباطن. يبقى هنا وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين بتعمل حماية تأمينية لمين؟ لصاحب المشروع، للمقاول، للمهندسين التنفيذيين، للمقاولين من الايه؟ من الباطن. النقطة اللي بعد كده ممكن يجي بقى في الجزئية اللي احنا خدناها، ايه هي؟ أسئلة زي ايه؟ أكمل، بتتعهد شركة التأمين نقط المؤمن له عن كافة نقط التي تحدث للمشروعات الهندسية المدنية أو المعمارية، وذلك خلال فترة الإنشاء والتشييد التي يلتزم بها المقاول في عقد المقاولة. يبقى هنا هي شركة التأمين زي ما احنا قلنا، هي شركة التأمين بتعمل ايه؟ هي بتعوض مين؟ المؤمن له عن كافة الخسائر. يبقى هنا المؤمن بتعوض المؤمن له عن كافة الايه؟ عن كافة الخسائر. النقطة اللي بعد كده ممكن يجي أكمل تاني، اللي هو التأمين على كافة أخطار المقاولين لا يحتاج إلى نقط سنوي ويغطي نقط تنفيذ المقاولة. احنا اتفقنا ان تأمين جميع أخطار المقاولين ما بيحتاجش إلى تجديد، انا قلنا ان هو مش بيجدد سنوي وبيغطي ايه اللي هو المشروع بتاعه طول فترة تنفيذ المقاولة، طول فترة تنفيذ الايه المقاول. احنا اتفقنا ان هنا في تأمين جميع اخطار المقاولين قلنا ان الوثيقة دي ما بتتجددش سنوي، لا تجدد سنوي، وان هي بتفضل ايه طول فترة تنفيذ المشروع. طول ما المشروع شغال يبقى هنا فترة التنفيذ بتكون ايه، بتكون شغالة، او الوثيقة بتكون سارية، بتكون ايه سارية. طيب النقطة اللي بعد كده لو احنا شفناها بيقول لك ايه، اكمل العبارة الاتية، بتقدم وثيقة تأمين جميع، بتقدم وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين الحماية التأمينية من نقط ونقط ونقط ونقط. لو احنا فاكرين احنا قلنا ان وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين بتعمل حماية تأمينية لإيه؟ لأربع حاجات، اللي هو مين؟ اللي هو صاحب المشروع الأصلي، المقاول، المهندسين التنفيذيون، والمقاولون من الباطن. يبقى انا عندي اربع حاجات اللي هي بتعمل حماية تأمينية لشركة التأمين، بتعمل حماية تأمينية في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين على حماية تأمينية الاربعة. ايه هما الاربعة دول؟ اللي هو المقاول، صاحب المشروع الاصلي، المقاول من الباطن،
والمهندسين التنفيذيين. ممكن يجي لك ايه؟ ممكن يجي اكمل، وممكن يجي لك برضك اكتب او ما هي الحماية التأمينية. سؤال مقال مثلا يقول لك ما هي الحماية التأمينية في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين، هنكتب ليه الاربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم. طب بعد كده او لو احنا شفنا اهو بتقدم وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين، الحماية التأمينية كل من زي ما احنا قلناها اللي هو صاحب المشروع الاصلي والمقاولون والمهندسون التنفيذيون والمقاولون من الباطن. ممكن يجي اكمل تاني، بتعتبر وثيقة تأمين اخطار المقاولين من نقط وثائق تأمينات نقط. هنا بتعتبر وثيقة تأمين اخطار المقاولين من احدث وثائق التأمينات الهندسية، من احدث وثائق التأمينات الايه؟ الهندسية. ممكن يجي صح وغلط، بتقدم وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين الحماية التأمينية. فاكرين احنا دي كنا جاية لكم أكمل، دلوقتي جاية في صح وغلط، إن هي بتقدم وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين الحماية التأمينية لكل من صاحب المشروع والمقاول والمهندسون التنفيذيون والمقاول من الباطن. هنا كده هتكون الإجابة إيه؟ شطارة أنا سامعاكم بتقولوا إن هنا الإجابة صحيحة. طب يبقى إحنا كده اتكلمنا عن حاجتين، اللي هو تعريف وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين، وقلنا إن هنا شركة التأمين بتتعهد بتعويض المؤمن له عن الخسائر الناتجة عن أثناء التشييد والبناء طول فترة تنفيذ الإيه؟ المشروع. واتكلمنا عن ايه تاني؟ واتكلمنا ان احنا قلنا ان الحماية التأمينية لوثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين هم اربعة، اللي هو صاحب المشروع الاصلي، المقاول والمقاول من الباطن، والمهندسين التنفيذيين. هناخد التاني حاجة بقى الفرق اللي بعد كده، هناخد مدة التغطية. انا عندي مدة التغطية هم مدتين، اللي هي فترة الانشاء وفترة الصيانة. الفترة الأولى هي فترة الإنشاء، والفترة الثانية اللي فترة الإيه؟ الصيانة. طب لو احنا هنشوف مع بعض اللي هي مدة التغطية في تأمين جميع أخطار المقاولين على الشاشة اهو، إن المدة الأولى اللي هي إيه؟ زي ما احنا قلنا إن هي فترة الإنشاء، وتبدأ المقاول في القيام بأعمال المقاولة وحتى استلام المقاولة استلاما أوليا، ويكون الغطاء في كافة الأخطار. يبقى دي فترة الإنشاء، هي بتبدأ المقاول في قيام بأعمال المقاول وحتى استلام المقاول استلاما أوليا، دي الفترة الأولى اللي هي فترة الإيه؟ الإنشاء. طب الفترة التانية، الفترة التانية اللي هي فترة الصيانة، وهي بتبدأ من انتهاء المدة الأولى وبتنتهي بقبول صاحب المشروع للعمل نهائيا، ويكون الغطاء عن حوادث أعمال الإيه؟ أعمال الصيانة. يبقى انا عندي فترتين او عندي مدة التغطية هم مدتين، المدة الاولى اللي هي فترة الانشاء، والمدة الثانية اللي هي فترة الصيانة. ممكن يجي اكمل في الجزئية دي، اه طبعا هنا بيقول لك اهو، هي فترة التغطية التأمينية لجميع اخطار المقاولين تشمل نقط ونقط، زي ما احنا قلنا ان هي فترة الانشاء وفترة الصيانة. طيب ممكن يجي حاجة تانية، اه ممكن يجي اكمل برضه بصيغة تانية بقى، بيقولك تنقسم مدة الغطاء التأميني في تأمين جميع اخطار المقاولين الى مدتين، المدة الاولى وهي فترة نقط، وتبدأ من ابتداء المقاول في القيام بأعمال المقاول وحتى استلام المقاولة استلاما اوليا، ويكون الغطاء عن كافة الاخطار. والمدة التانية وهي فترة نقط. شطار انا سامعاكم بتقولولي ان هنا الفترة الاولى هي فترة الانشاء، والفترة التانية هي فترة الايه؟ الصيانة. هناخد بعد كده نوعية الاخطار المغطاة في وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين. عندي هما نوعين، بيقولك هنا بتنقسم او بتغطي وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين نوعين من الاخطار، وبتنقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هي الاضرار المادية،
والقسم الثاني المسؤولية المدنية قبل الغير. يبقى هنا بتغطي وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين نوعين من الأخطار، اللي هي الأضرار المادية، وتاني حاجة المسؤولية المدنية قبل الغير. هناخد أول قسم اللي هي الأضرار الإيه؟ المادية. طب الأضرار المادية دي هنتكلم عنها، اللي هي بتشمل إيه؟ هي بتشمل كافة الخسائر والتلفيات المادية المفاجئة والغير متوقعة اللي بيتعرض لها كافة أنواع ومجالات التشييد والبناء وأعمال الهندسية المدنية بصفة عامة. وعلى سبيل المثال زي إيه؟ زي خامات المشروع، زي معدات العمل والإنشاء، الأعمال المؤقتة، مباني محطات التوليد الكهربائي، الكباري، السدود والمواني. يبقى هنا الأضرار المادية هو القسم الأولاني، هو الأضرار المادية. طب الأضرار المادية دي هي بتشمل كافة الإيه؟ الخسائر المادية اللي هي بتصيب إيه؟ بتصيب هنا الحاجة الخاصة بالإنشاء والتأمينات الهندسية. زي إيه؟ زي الكباري، زي المباني، زي إيه تاني؟ زي الأعمال المؤقتة. كل دي بتخص أو بتعتبر من الأضرار المادية، من الأضرار الإيه؟ المادية. وإحنا اتفقنا إن هنا في تأمين جميع أخطار المقاولين بتغطي نوعين من الأخطار، اللي هي الأضرار المادية، وتاني حاجة المسؤولية اتجاه الإيه؟ اتجاه الغير. فإحنا خدنا أول قسم اللي هو القسم الأول اللي هي الأضرار المادية، وقلنا إن هي بتغطي كافة الخسائر، كافة الإيه؟ الخسائر اللي هي بتصيب مين؟ بتصيب اللي هي الخاصة بالإنشاء والتشييد، أو الخسائر اللي بتصيب زي المباني، الكباري، الأعمال المؤقتة. كل دي من الأمثلة اللي هي في الأضرار المادية. طيب بعد كده، وطبعا مباني محطات توليد الكهرباء، لو جه في الجزء ده اللي هو القسم الأول الأضرار المادية، ممكن يجي عليها سؤال. طب ايه هو السؤال ده اللي هو أكمل؟ طب أكمل العبارة الآتية: بتغطي وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين نوعين من الأخطار، وتنقسم إلى قسمين هم نقط ونقط. ممكن نقول هما ايه؟ احنا لسه قايلينهم، اللي هي ايه؟ الأضرار المادية، وتاني حاجة المسؤولية المدنية قبل الغير. ممكن يجي صح وغلط. الأضرار المادية هي كافة الخسائر والتلفيات المتوقعة التي تتعرض لها كافة مجالات التشييد والبناء وأعمال الهندسة المدنية. هي الأضرار المادية، احنا قلنا هي كافة الخسائر، طب بنقول ان هي متوقعة. هل شركة التأمين هتعوض الخسائر المتوقعة؟ لا، انا متوقع ان المبنى اللي انا ببنيه ده هيقع او هيحصل له كارثة. هل شركة التأمين هتعوض؟ لا طبعا. يبقى هنا لازم تكون الخسائر ايه؟ الخسائر غير متوقعة ومفاجأة. احنا زي ما احنا متفقين هنا في شركات التأمين، لو هي او صاحب المقاول عارف ان هو الخسائر دي هيكون متوقع ان مثلا تحصل خسارة في المبنى اللي هو بيعمله او في المشروع اللي هو بينشأه، فهنا كده شركة التأمين هتعوض او ان هي هتعمل حماية تأمينية عليه. لا طبعا. ليه؟ لان لازم هنا الخسارة دي تكون غير متوقعة ومفاجأة. غير متوقعة وإيه؟ مفاجأة. فهنا النقطة اللي هو عطاها لنا كده، هل دي هتكون صحيحة ولا خطأ؟ هو بيقول لك يكون الخسارة دي متوقعة، هل كده الإجابة هتكون خاطئة ولا صحيحة؟ هنا طبعا زي شطار زي ما أنا سامعاكم، أنتوا بتقولوا لي إن هي هتكون إجابة خاطئة، لأن إحنا اتفقنا إن الخسائر دي لازم تكون غير متوقعة وتكون مفاجأة. لو احنا شفنا اهو ان الاضرار الماديه هي كافه الخسائر والتلفات المتوقعه، يبقى هنا دي الاجابه هتكون خاطئه، وهي هتكون الخاطئه هي مفاجاه وغير متوقعه. يعني هنا بدل المتوقعه دي هي غير متوقعه. هنيجي بعد كده، طب ايه الاخطار المغطاه في وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين في القسم الاول اللي هو الاضرار الماديه؟ طب ايه هي الاخطار دي اللي شركه التامين بتغطيها؟ زي ايه؟ لو حصل حريق او حصل صواعق او انفجار، الفيضان والعواصف والاعاصير والزلازل،
كل ده شركة التأمين بتغطيها. لو حصل حريق أو حصل فيضان أو عواصف أو أعاصير أو زلازل، شركة التأمين بتغطيها في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. الانهيارات الأرضية أو انهيارات الصخور، السرقة والسطو ونقص الخبرة والإهمال والأخطار الشخصية الغير متعمدة، أخطار التخزين والنقل داخل العمل بالمشروع، الحوادث العارضة للمعدات والآلات المستخدمة في التنفيذ. يعني ممكن يحصل حادث في الآلات والمعدات اللي هو بيستخدمها في التنفيذ. ممكن الأخطار الفنية مثل التي يرتكبها المقاول في عملية الإنشاء، وكذلك أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير. يبقى أنا عندي هو 7 أخطار، أو هما الأخطار اللي بتغطيها شركة التأمين. الأخطار اللي بتغطيها شركة التأمين في وثيقة التأمين جميع أخطار المقاولين في القسم الأولاني اللي هي الأضرار المادية. أول حاجة اللي هو إيه؟ اللي هو لو حصل مثلا سرقة أو سطو، لو حصل زلازل وبراكين، لو حصل اي صخور اضطرابات في الصخور او كده، دي شركة التأمين بتعوض. او حصل مثلا عطل عرضي في الآلات والمعدات اللي هو بيستخدمها اثناء التشييد او اثناء تنفيذ المشروع، دي من الاخطار اللي هي شركة التأمين بتعوض عليها. دي الاخطار اللي هي شركة التأمين بتعوض ايه؟ بتعوض عليها. طيب بعد كده ممكن يجي في الجزء ده اللي هي الأخطار، أو الجزء اللي احنا اشتغلنا فيه، بيجي ممكن أكمل العبارة الآتية. سؤال: اللي هي من الأخطار المادية المغطاة في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين ايه وايه؟ هو جايب لك نقطتين، ممكن تكتب أي نقطة من السبعة اللي احنا قلناه. ممكن تكتب فيضان والزلازل، ممكن تكتب سرقة والسطو، ممكن تكتب أي خطر من الأخطار. هو طالب منك خطرين بس، ممكن تكتب اي خطرين من السبع اللي احنا لسه قايلينه. فاحنا لو قلنا من الاخطار الماديه المغطاه في وثيقه التامين اللي هي الحريق والفيضان، او مثلا البراكين، اي حاجه هتكتبها مفيش مشكله، من الاخطار الماديه المغطاه في وثيقه التامين جميع اخطار المقاولين. ممكن نكتب السرقه والسطو، ممكن نكتب الاهمال والاخطار الشخصيه، او اخطار التخزين، او الانهيارات الارضيه، على حسب ما انت تكتب مفيش مشكله، هتكون الاجابه بتاعتك صحيحه، لان هما الاخطار الماديه المغطاه هما 7. ممكن نيجي صح وخطأ. من الاخطار الماديه في وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين الحريق والصواعق والانفجارات. طبعا هي دي من ضمن الاخطار الماديه في وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين، يبقى هنا الاجابه هتكون صحيحه. هناخد بقى في الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول. يعني ايه الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول؟ لو انتوا عارفين ان احنا قلنا ان القسم الأول هي الأضرار المادية، طب ايه هي الاستثناءات؟ يعني الاستثناءات ان شركة التأمين مش هتعوض عليها، شركة التأمين مش هتعوض عليها لو حصل خسارة او حصل حادث فيها. طب الحادث ده شركة التأمين مش هتعوض ليه؟ لو هي اتأكدت ان المؤمن له ليها عمد ان هو يعمل الحادث ده، لو هو تعمد في احداث الحادث ده، فهنا كده شركة التأمين هتعوض عليه؟ لا طبعا، لان دي من الاستثناءات. مينفعش ان المؤمن ليه او المؤمن له يكون هو متعمد في احداث خسارة وشركة التأمين تعوض. لو هي اتأكدت من ده، يعني شركة التأمين حتى لو حصل خسارة وهو مؤمن وبيدفع مبلغ التأمين، شركة التأمين مش هتعوض. ليه؟ لأن هو أثبت إن هو تعمد إن هو يعمل الخسارة دي. طب تعالوا مع بعض نشوف إيه هي الخسائر اللي هي في القسم الأولاني اللي هي الأضرار المادية. أول حاجة من الاستثناءات الخاصة، لا تكون الشركة مسؤولة في جميع الأحوال، زي ما احنا قلنا على أول حاجة اللي هي إيه؟ إن المبلغ أو المبالغ اللي بيتحملها المؤمن له. في وثيقة التأمين لما بيجي يعمل وثيقة تأمين في شركة التأمين، بيبقى كاتب في الوثيقة كده ان فيه مبلغ هو هيتحمله لو حصل خسارة. مين اللي هيتحمله؟ اللي هو المؤمن له. يبقى هنا المؤمن له بيبقى كاتب مبالغ او مبلغ في الوثيقة ان هو هيتحملها لو حصل خسارة.
طب هنا حصلت خسارة، هل شركة التأمين هتكون مسؤولة عن المبلغ ده؟ لا. ليه بقى؟ لأن المبلغ ده هو هيتحمله مين؟ اللي هو بيتحمله المؤمن له. المؤمن ايه؟ له. يبقى احنا لو شفنا على الشاشة اهو ان لا تكون الشركة مسؤولة عن جميع الأحوال عما يلي. أول حاجة اللي هو المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة. أي مبالغ بيتحملها المؤمن له شركة التأمين ما بتكونش مسؤولة عنها. تاني حاجة الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أي ما كانت، بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد. هنا شركة التأمين ما بتكونش مسؤولة عن الجزاءات والغرامات، ما بتكونش مسؤولة عن التأخير أو سبب أو عدم إتمام العمل أو فسخ العقد. يبقى هنا شركة التأمين ما بتكونش مسؤولة. لو الشخص ده المفروض إن أنا هسلم المشروع بتاعي أو المبنى اللي هو المقاول هيعمله أو المصنع أو المستشفى اللي هو بيبنيها، هنا المفروض إن المقاول هيسلمها مثلا بعد 5 سنين. جه بعد 5 سنين هو ما سلمش الشركة المصنع ده او المستشفى دي ما سلمهاش، هنا هيبقى في تأخير، في غرامة تأخير. هل غرامة التأخير ده شركة التأمين هتدفع عنها؟ لا طبعا. يبقى هنا شركة التأمين مش مسؤولة عن الغرامات، مش مسؤولة عن تأخير السداد او التأخير، مش مسؤولة عن ايقاف العمل او فسخ العقد. هو ممكن صاحب المستشفى دي يفسخ العقد مع المقاول. طب هو فسخ العقد كده، هل شركة التأمين هتقدر ان هي تعوضه على فسخ العقد ده؟ لا طبعا، مش من مسؤولية شركة الايه، مش من مسؤولية شركة التأمين. يبقى اول حاجة من الاستثناءات الخاصة في القسم الاول اللي هو الاضرار المادية، اول حاجة اللي هي ايه، اللي هو ان المبالغ او المبالغ اللي بيتحملها المؤمن له شركة التأمين ما بتكونش مسؤولة عنه. وقلنا تاني حاجة الغرامات او التأخيرات او فسخ العقد، كل دي شركة التأمين ما بتعوضش عليها. طب تالت حاجة لو احنا شفنا مع بعض على الشاشة اللي هي الخسائر او الاضرار الناتجة عن خطأ في التصميم. لو في خسائر واضرار ناتجة عن خطأ في التصميم، تصميم المبنى ان هو بيصمم المبنى، فهنا بتكون الخسائر او الاضرار الناتجة عن خطأ في التصميم، هنا شركة التأمين مش بتعوض عن خطأ في التصميم. رابع حاجة تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة الصنع، على أن هذه على أن هذا الاستثناء لا يمتد إلى خسارة أو ضرر الناتج عن حادث يرجع إلى هذا المواد أو المعيبة، معيبة الإيه، الصنع. يبقى هنا التكاليف الاستبدال او الاصلاح او التصحيح المواد المعيبة الصنع، هنا دي مش شركة التأمين ما بتعوضش عليها. هنا في النقطة اللي بعد كده الاستهلاك العادي أو التآكل والصدأ أو التأكسد أو التلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية. طبعا انتوا عارفين ان هو ممكن المقاول يبدأ ان هو يخزن المعدات بتاعته اللي هو يشتغل بيها في المباني، فممكن ان هي تتآكل او تتأكسد، فهنا نتيجة عدم الاستعمال او نتيجة العوامل الجوية، فهنا برضك شركة تأمين ما بتعوضش عليه. في نقطة اللي بعد كده الخسائر او الاضرار التي تلحق بالماكينات او والآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل او الكهربائي او الميكانيكي، هنا لو حصل اي خسارة او اضرار نتيجة بالماكينات او الآلات والمعدات نتيجة لعطل كهرباء او ماكينة، شركة التأمين برضك ما بتعوضش عليه. او كسر او خلل او تشحيم المعيب، نقص الزيت او سائل التبريد، كل دي شركة التأمين مش بتعوض على الخسائر والاضرار اللي بتلحق بيها. النقطة اللي بعد كده بردك من الخسائر او الاستثناءات الخاصة اللي هي الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام او المركبات المائية او الطائرات،
كل دي برضك الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام هي شركة التأمين ما بتعوضش عليها في الوثيقة التأمين جميع أخطار المقاولين اللي هو القسم الأولاني اللي هي الأضرار المادية. عندي هنا برضك النقطة اللي بعد كده اللي هي الخسائر والتلفيات للملفات والرسومات والحسابات والفواتير والعملات والصوابع والحجج والعقود ومستندات الديون والأوراق المالية والتجارية وخطابات الضمان والشيكات. أي خسائر وتلفيات للملفات والرسومات والحسابات والفواتير والعملات هي شركة التأمين مش بتعوض عليها. يبقى هنا شركة التأمين مش بتعوض إيه؟ مش بتعوض عليها. أي ملفات أو رسومات أو حسابات هنا شركة التأمين مش بتعوض عليها. آخر حاجة من الاستثناءات الخاصة للقسم الأولاني اللي هي الخسائر والتلفيات اللي بتكتشف فقط أثناء عملية الجرد. وهو أثناء عملية الجرد حصل إن هم اكتشفوا فيه خسائر وتلفيات، هنا برضك شركة التأمين مش بتعوض عليها. يبقى دي من الاستثناءات الخاصة اللي هي في القسم الأول اللي هو الأضرار المادية. هناخد الأحكام اللي تطبق على القسم الأول. أنا عندي أول حاجة من الأحكام اللي هو مبلغ التأمين، أسس تسوية الخسائر، والتغطية الإضافية. هنتكلم في الأحكام اللي بتطبق في القسم الأول، وإحنا قلنا إن الأحكام اللي بتطبق في القسم الأول هو إيه القسم الأول؟ خلينا نفتكر مع بعض. احنا قلنا ان القسم الاول اللي هو الاضرار الماديه. طيب الاضرار الماديه ايه الاحكام بقى؟ هنتكلم على مبلغ التامين، هنتكلم على ازاي تسويه التعويضات، وهنتكلم على اللي هو الاضافيه اللي هو التغطيه الاضافيه. لو احنا قلنا تسويه التعويضات، تسويه التعويضات ايه؟ انتوا زي ما احنا اتفقنا لو حصل اي خساره، اي خساره لازم شركة التأمين بتتعهد للمؤمن له بتعويضه. طب لو حصل هتعوضه مثلا لو الآلات أو المعدات دي هي حصل عطل جزئي مثلا، فهنا شركة التأمين هتعمل ايه؟ ممكن تصلح المعدة دي أو الآلة دي ترجعها لحالتها الأصلية. يبقى هنا ده بتسوق تسوية جزئي. ممكن التسوية الكلية ان هنا الآلة خلاص اتدمرت، يبقى هنا شركة التأمين هتعوض ايه؟ ان هي هتجيب له آلة زيها بالظبط، بس على حسب مبلغ التأمين اللي هو بيدفعه لشركة التأمين، او على حسب الاتفاق في وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين. وهنتكلم عن مبلغ التأمين، وهنتكلم عن التغطية الإضافية. وانا ممكن نعمل تغطية إضافية تاني على الوثيقة دي؟ في تغطية إضافية، اه طبعا في تغطية إضافية. مثلا لو العمل الليلي، ما العمل الليلي ده بعمل إضافة او بعمل هنا بحط في الوثيقة حاجة ملحقة للعمل الليلي، فكده بضيف او حاجة اسمها هنا التغطية الإضافية. التغطية الايه؟ الإضافية. هنشوفها كده مع بعض على الشاشة. هناخد اول حاجة من الاحكام اللي هو مبلغ التأمين. ومبلغ التأمين هنا زي ما احنا متفقين ان مبلغ التأمين مين اللي بيدفعه؟ هنا شركة اللي هو المؤمن له. المؤمن له بيدفع مبلغ التأمين علشان ايه؟ اقساط، او بيدفع اقساط علشان لو حصل اي خسارة هنا شركة التأمين بتبدأ ان هي ايه؟ تعوض. هناخد اول حاجة اللي هو مبلغ التأمين. بيقول لك مبلغ التأمين عن اعمال العقد او المشروع، ويتكون من ايه؟ اول حاجة اللي هي قيمة العقد او المقاولة. انا ببدأ اشوف ايه هي قيمة العقد، وبعديها بشوف اللي هي الاعمال المؤقتة، وبعد كده بشوف مبلغ التأمين. مبلغ الايه؟ التأمين. طب مبلغ التأمين ده في ايه؟ لو احنا شفنا مع بعض على الشاشة ان مبلغ التأمين على المعدات والاجهزة والماكينات المستخدمة في التنفيذ. واخر حاجة من مبلغ التأمين هي مصروفات ازالة الانقاض والمخلفات. يبقى انا مبلغ التأمين عن اعمال العقد والمشروع بيتكون من ايه؟ بيتكون من قيمة العقد، بيكون من اعمال المؤقتة، مبلغ التأمين على المعدات والأجهزة والماكينات المستخدمة في التنفيذ، وآخر حاجة اللي هي مصروفات إزالة الأنقاض أو المخلفات. هناخد أول حاجة اللي هي قيمة العقد. قيمة العقد أو المقاولة بتشمل الأعمال الدائمة،
التي يقوم المقاول بإنشائها، مثل الأعمال الترابية للحفر وبناء الأساسات، وقيمة المواد والمهمات التي يقوم بتوريدها المالك للمشروع ويضعها تحت تصرف المقاول. يبقى هنا المبلغ التأمين بيتحدد في قيمة العقد اللي هي بتشمل الأعمال الإيه؟ الأعمال الدائمة اللي بيقوم بيها المقاول بإنشائها، مثل الأعمال الترابية للحفر وبناء الأساسات، وقيمة المواد والمهمات التي يقوم بتوريدها للمالك للمشروع. طب تاني حاجة من المبلغ التأمين اللي هو الأعمال المؤقتة، بتشمل الأعمال التي يقوم المقاول بإنشائها لتسهيل، عشان يسهل العمل أثناء المشروع ويتم إزالتها بعد انتهائه، مثل أماكن تواجد المهندسين والمقاول والمخازن. يبقى هنا الأعمال المؤقتة دي هي بتشمل الأعمال اللي بيقوم بيها المقاول بإنشائها عشان تسهل العمل أثناء الإيه؟ أثناء المشروع. طب بذلها إمتى؟ بعد الانتهاء. يبقى أنا بعملها، بنشئها عشان أسهل العمل، وهنا بذلها بعد انتهاء الإيه؟ العمل. طب هنا زي إيه بقى؟ زي أماكن تواجد المهندسين والمقاول والمخازن. تالت حاجة مبلغ التأمين على المعدات والأجهزة والماكينات المستخدمة في التنفيذ، بيتم تقدير القيمة التأمينية على أساس القيمة الاستبدالية لكل وحدة على حدة، وتعادل هذه القيمة قيمة شراء وحدة جديدة من نفس النوع، مضافا إليه مصروفات الشحن أو النقل وقيمة الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى. يبقى هنا أنا بقدر عشان أعمل مبلغ التأمين على المعدات والأجهزة والماكينات المستخدمة في التنفيذ، إن أنا بقدر القيمة التأمينية على أساس إيه؟ القيمة الاستبدالية لكل وحدة، والقيمة شراء وحدة جديدة من نفس النوع، مضاف إيه؟ إن أنا أضيف عليه إيه؟ مصاريف الشحن والنقل ورسوم الجمركية وأي مصاريف إيه؟ أي مصاريف أخرى. يبقى هنا لو احنا فاكرين في مبلغ التأمين، أول حاجة اللي هو قيمة العقد، وتاني حاجة اتكلمنا عن اللي هو مبالغ التأمين على المعدات، وتالت حاجة الأعمال المؤقتة. هناخد رابع حاجة اللي هي مصروفات إزالة الأنقاض أو المخلفات، يقدر له مبلغ مناسب بمعرفة طالب التأمين، ويمثل حد أقصى لمسؤولية شركة التأمين عن كل حادث، ويجب مراعاة ألا يتعدى هذا المبلغ 10% من أعمال العقد أو المشروع. يبقى هنا هي شركة التأمين بتقدر مبلغ التأمين مناسب ده في طلب التأمين أو بمعرفة طالب التأمين، بتكون هنا مسؤولية الشركة حد أقصى اللي هي بتحدد لا يتعدى المبلغ كام؟ 10% من قيمة أعمال العقد أو المشروع، من قيمة أعمال العقد أو الإيه؟ أو المشروع. اتكلمنا عن كده اللي هو مبلغ التأمين، هنتكلم على من الأحكام دي. أول حاجة مبلغ التأمين، تاني حاجة أسس تسوية الخسائر، وفي حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوي المتطلبات بموجب هذه الوثيقة على أساس إيه؟ في حالة التلفيات الممكن إصلاحها، وفي حالة الخسارة الكلية. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا، أنا عندي في تسوية الخسارة أو تسوية التعويضات أو أسس تسوية الخسارة، أنا عندي حاجتين، يا إما بصلح أو بعمل الجزء الخاص به، أو هنا لو الخسارة أو بعوض على الخسارة كلية. هناخد أول حاجة في حالة التلفيات الممكنة إصلاحها، يتم سداد كافة تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقص قيمة الإيه؟ المخلفات. يبقى هنا في حالة التلفيات ممكن إصلاحها لو حصل أي خسارة. هنا ممكن الشركة تقول إيه؟ طب لو هي لقيت إن هنا المعدات أو الآلات دي محتاجة إنها هي تتصلح، يبقى هنا بتبدأ إن هي تصلح الجزء بتاعها،
فهنا ويرجع الآلة أو المعدة دي لحالتها الأصلية قبل حدوث الواقعة أو قبل حدوث الإيه الخسارة بالنسبة لها. النقطة اللي بعد كده، في حالة الخسارة الكلية يتم سداد القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة، ناقصا قيمة المخلفات. يعني بطرح منه قيمة المخلفات، وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المؤمن له قد أنفق مبلغ المطلوب به، وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين، وعلى أن يشترط دائما الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة. هنا في حالة الخسارة الكلية، هنا شركة التأمين بتعوض الشخص ده، ان هي ممكن ان هي تخلي او تعمل له، دي خسارة كلية، ان هو خسر مثلا الماكينات كلها او المبنى كله خسر، او ان هو حصل اي مشكلة، حصل فيضان فهنا المبنى كله وقع، فهنا كده شركة التأمين ممكن ان هي تعوض على الخسارة الكلية بتديله، بس لازم يكون ان هو كان بمتابع الاحكام وشروط العقد موجودة في الوثيقة، ومع مراعاة الأحكام والشروط. وتاني حاجة، لازم يكون هو كان بيسدد الأقساط، ما ينفعش ان هو ما يكونش بيسدد الأقساط وتحصل الكارثة دي أو الخسارة دي وشركة التأمين تعوض، لا ما ينفعش. طيب يبقى احنا كده أخدنا من الأحكام أول حاجة مبلغ التأمين، تاني حاجة تسوية الخسائر أو تسوية التعويضات، وقلنا إن تسوية التعويضات هما نوعين، يا إما جزئي يا إما كلي. الجزئي إن ممكن شركة التأمين تصلح، حصل مثلا عاصفة فهنا حصلت في المبنى، فممكن إن هي تصلح فيها، مش هتعيد من أول أو مش خسارة كلية. ممكن خسارة كلية إن شركة التأمين هتبدأ إن هي تديله مبلغ التأمين أو تعوضه على الخسارة الكلية للمبنى بتاعه للمقاول. بعد كده زي ما احنا اتفقنا، إن احنا قلنا من الأحكام اللي هو مبلغ التأمين، تسوية التعويضات اللي هي الإيه؟ اللي هي الإضافية، اللي هي التعويضات الإضافية أو القيمة الإضافية. طب هنا زي إيه الإضافية دي؟ اللي هي العمل الليلي. لو احنا شفنا مع بعض اهو، في حالة او في حالة الخسارة الكلية زي ما قلنا، لا تقوم الشركة بسداد الا بعد تقديم الفواتير، لان يعني شركة التأمين مش هتقوم بسداد الا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي تثبت ان الاصلاحات قد نفذت وان الاستبدال قد تم حسب ظروف كل ايه كل حالة. التغطية الإضافية اللي احنا اتكلمنا عليه، احنا قلنا أول حاجة من الأحكام مبلغ التأمين، وتاني حاجة الخسائر أو تسوية التعويضات أو تسوية الخسائر، تالت حاجة اللي هي التغطية الإضافية. يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع، بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. اي تغطية اضافية لازم ناخدها موافقة من شركة التأمين. ما ينفعش ان انت مثلا هتشتغل في الاجازات الرسمية ويحصل كبس او يحصل خسارة، هنا كده شركة التأمين هتعوض؟ لا، هنا كده شركة التأمين مش هتعوض. ليه بقى؟ لان انت ما خدتش موافقة ان انت هتشتغل او تغطية اضافية. تغطية اضافية دي بتكون موجودة في الوثيقة. لو انت ما خدتش الموافقه كتابيا من شركه التامين وحصل الخساره او حصل الحادث اثناء العمل الليلي او اثناء الاجازات الرسميه، كده شركه التامين هتعوض؟ لا، شركه التامين ما هتعوضش. لازم تكون واخد موافقه ايه؟ موافقه كتابيه. طب لو انا خدت موافقه كتابيه ان انا اعمل مثلا في عمل ليلي او ان انا هشتغل في الاجازات الرسميه وعملت التغطيه الاضافيه دي، كده لو حصل اي خطر او اي خسارة في الوقت ده، هنا شركة التأمين هتعوض عليها. تمام كده. طيب بعد كده لو احنا شفنا اهو، ممكن يجي بقى في الجزئية اللي احنا خدناها اللي هو صح وخطأ. طب ايه هي في السؤال ده؟ بيقول لك ان الاعمال الدائمة هي الاعمال التي يقوم بها المقاول، الاعمال الدائمة هي الاعمال التي يقوم بها المقاول لتسهيل العمل اثناء المشروع ويتم ازالتها بعد انتهاء، هي دي الاعمال الدائمة دي ولا الايه؟ لو انتوا فاكرين احنا قلنا اللي هي
الاعمال المؤقته. شطار انا سامعاكم، يبقى انتوا كده مركزين معايا. يبقى هنا الاعمال المؤقته، هنا المؤول بيبدا ان هو يعمل عشان يسهل العمل، من بيبدا بينشاها من بدايه المشروع وبيزلها انتهاء المشروع. ليه بقى؟ ممكن يعمل ايه اللي هي الاماكن مخصصه للمهندسين، للمقاول، للمخازن، دي عشان تسهيل العمل. تسهيل الايه؟ العمل. يبقى اسمها ايه؟ الاعمال المؤقته، مش الاعمال الايه، مش الاعمال الدائمه. يبقى هنا النقطه اللي هو عطاها لك على الشاشه دي هتكون ايه؟ هتكون خاطئه. يبقى هنا الاعمال الدائمه هي، لا هي مش الاعمال الدائمه، هيكون الاعمال الايه؟ المؤقته. ممكن يجي أكمل العبارة الآتية: يقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال التي يقوم نقط بإنشائها. هو مين اللي بيقومها؟ بيقوم بيها اللي هو المقاول بإنشائها لتسهيل العمل أثناء المشروع، ويتم إزالتها بعد انتهائها. مثل إيه؟ أماكن إيه؟ تواجد مين؟ قلنا المهندسين والمقاول والمخازن، صح كده؟ يبقى هنا أهو، يبقى هنا بيقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال التي يقوم منها المقاول بإنشائها عشان يسهل العمل أثناء المشروع، ويتم إزالتها بعد انتهائه. مثل إيه؟ أماكن تواجد المهندسون والمقاول والمخزن. ممكن نيجي أكمل العبارة الآتية: يجوز أن تغطي وثيقة التأمين جميع أخطار المقاولين، المصاريف الإضافية، لأوقات العمل الإضافي ونقط والعمل أثناء العطلات. قلنا العمل الإضافي وإيه؟ والعمل الليلي، والعمل أثناء العطلات الرسمية، ومصاريف النقل السريعة، بشرط إيه؟ بشرط موافقة كتابية من شركة التأمين. يبقى العمل الليلي، يبقى هنا من التغطية التأمينية في جميع أخطار المقاولين المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافية، والعمل الليلي، والعمل أثناء العطلات، بس لازم أحصل على موافقة كتابية مسبقة من شركة الإيه؟ التأمين. دي التغطية الإضافية. لو أنتوا فاكرين إحنا قلنا الأحكام كم نوع من الأحكام، قلنا ثلاثة، اللي هو مبلغ التأمين، وتسوية التعويضات أو تسوية الخسائر، والتغطية الإضافية. واتكلمنا عن التغطية الإضافية، قلنا إن أنا ممكن أعمل إيه؟ أعمل إن أنا أشتغل ليلي، اللي هو العمل الليلي أو العمل الإضافي أو العمل في الأجازات الرسمية، بس لازم أعمل إيه؟ لازم أخد موافقة كتابية من شركة التأمين. ما ينفعش إن أنت تكلمه في التليفون شركة التأمين وتقول إن أنا هشتغل ليلي أو أنا هشتغل في أجازات الرسمية، لا، لازم تاخد موافقة كتابية إن شركة التأمين بتوافق إن أنت تشتغل في الأجازات الرسمية أو في العمل الليلي، وبتاخد موافقة كتابية. وهنا دي بيكون اللي هي التغطية الإضافية. التغطية الإيه؟ الإضافية. طب بعد كده هناخد زي ما احنا اتفقنا، احنا القسم الاولاني اخدناه اللي هي الاضرار الماديه، هناخد القسم الثاني اللي هو المسؤوليه المدنيه قبل الغير. هنا بتلتزم الشركه بتعويض المؤمن له وبحد اقصى المبالغ المحدوده بجدول الوثيقه عن اي مبالغ يصبح المؤمن له مسؤولا عن دفعها قانونا كتعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير. يبقى المؤمن له هو مسؤول عن دفع قانوني كتعويض عن الأضرار اللي بتلحق بمين؟ بالغير، بصفة عرضية كنتيجة مباشرة للتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول، وتقع في موقع العمل أو بمكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية، وينتج عنها ايه؟ اول حاجة الاصابات الجسمانية والامراض سواء ادت الى الوفاة ام لا، الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. يبقى هنا المسؤولية المدنية ان شركة التأمين بتعوض اللي هو ايه؟ المؤمن له، لو هو مسؤول عن خسارة الغير او ضرر الغير جسماني
او في المسؤوليه المدنيه تجاه الغير، هنا شركه التامين بتعوض المؤمن له، لان هو المؤمن لها هيعوض الايه، هيعوض الغير. فهي لو المؤمن له اثناء التشييد او البناء او اثناء المشروع اصاب الغير، مش اصاب الغير ايه، اثناء التشييد او اثناء البناء او اثناء المشروع، تنفيذ المشروع، بيبدا هنا المقاول بتاعه، المقاول يبدا ان هو بنعوض المقاول عليه اثناء، لو الشخص ده حصل اصابه جسمانيه ادت الى الوفاه، او اصابه الاضرار الخاصه بالاضرار ايه الخاصه بالايه بالغير. دي اللي هو القسم الثاني، اللي هو المسؤوليه المدنيه تجاه الغير. بعد كده اللي هي الاستثناءات الخاصة بالقسم التاني، لو احنا شفناها، لا تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن ايه. اول حاجة المبالغ او مبلغ او مبالغ اللي بيتحملها المؤمن له عن اي حادث والمذكور بجدول الوثيقة، المصاريف التي تنفق في انشاء او اعادة انشاء او تحسين او اصلاح او استبدال اي بند مغطى او يمكن تغطيتها بموجب القسم الاول من هذه الوثيقة، التلفيات اللي بتلحق باي ممتلكات او اراضي او مباني بسبب الذبذبات او هزات او ازالة او اضعاف الدعامات او الاصابات او التلفيات اللي بتلحق باي شخص او ممتلكات وتنشأ نتيجة عن مثل هذه التلفيات، ما بيتفقش عليها بصفة خاصة بملحق اضافي للوثيقة، المسؤولية الناجمة عن ايه، الإصابة الجسمانية او الامراض التي تحدث لموظفي او عمال او مقاول او صاحب او اصحاب المشروع او اي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه او على جزء منها بموجب القسم الاول للوثيقة. يبقى هنا شركة التأمين مش بتعوض، ده في القسم اللي هي الاستثناءات الخاصة، ان هي ما بتعوضش عن ايه، ما بتعوضش عن المبالغ بتاع الخاصة بالمؤمن له، ما بتعوضش برضك عن الامراض اللي هي بيحصل للعامل او للمقاول او للمهندسين. وللأسف حلقتنا انتهت، أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.